السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله إخواني وأخواتي في لايفنا اليوم. هذا اللقاء الثالث في هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا فيها يا رب ويخلص نياتنا ونكون من العاملين بما نعلم ونتعلم. اليوم موعدنا مع سعادة المحشر، وهي المحطة الثالثة، المرحلة الثالثة من مراحل الآخرة. المرحلة الأولى كانت الاحتضار، لحظة الموت، تكلمنا شلون الإنسان يصل بإذن الله ببعض الأسباب اللي يفعلها إلى حسن الخاتمة. المحطة الثانية والمرحلة الثانية هي القبر بما فيه، وتكلمنا عن أسباب سريعة شلون الواحد يسعد في القبر وينجو من العذاب بإذن الله ويتنعم في هذا المكان اللي هو البرزخ، أعمال خاصة تعين على ذلك. اليوم نتكلم عن المحشر. المحشر بداية قيام الناس من قبورهم، ويحشرون جميعا إلى أرض المحشر. أرض المحشر أرض بسطة بيضاء مثل الخبزة مثل القرص، ما فيها علم لأحد، ما فيها أي مرتفع أبدا، ولا الناس كلهم، ما أتكلم أنا الحين موجودين 7 مليار، كل الدنيا من أن خلق الله آدم سبحانه وتعالى إلى آخر إنسان في الدنيا كلهم موجودين على هذه الأرض، تسعهم كلهم. يذهبون يحشرون إلى تلك الأرض حفاة عراة غرلا غير مختونين، الفزع، يعني هم أصلا قايمين من قبورهم على نفخة صور، فالكل يفزع، الكل مو صوب الثاني، الواحد هم نفسه، لا الوالد يفكر بولده ولا الولد يفكر بأبوه وأمه ولا الأم الهول هول المطلع اسمه. لكن مع ذلك هناك جانب مريح في ذلك الوقت في المحشر، في أمور يفعلها الإنسان يستطيع أن يسعد في تلك اللحظات، وإن شاء الله يحصل الجانب المشرق والمضيء اللي هو للمؤمنين جعلها الله تبارك وتعالى لهم. في أرض المحشر أمور كثيرة نقدر نسويها، قسمناها إلى عدة أشياء. طبعا أرض المحشر يا إخواني أخواتي عشان تتخيلون الوضع، أقرب مثال لها، أقرب مثال لأرض المحشر كشيء نتخيله، يوم عرفة بالحج. اللي راح عرفة تخيل الجو العام شديد تقريبا أرض المحشر. طبعا مع الفارق أنه يعني عرفة ما فيها للمسلمين، وإن شاء الله يعني عسى الله يرحمهم اللي يابهم ليه عرفة، المحشر فيه لا في غير مسلمين، لكن أتكلم عن الوضع. بعرفة تشوف في ناس بالشمس وزحمة وماكو مكان مساكين، يقعدون في يعني يتظللون بطربال يحطونه، وضع ماكو شيء، أكل يدوبك يحصلون لهم شيء، وفي ناس VIP قاعد. طبعا مو معناته اللي VIP أحسن من هذين، لا هذا الحجاج، أنا قاعد أتكلم عن الوضع، أن بنفس المكان اللي فيه الواحد قاعد بأبسط الأشياء ما يملك شيء، نفس الوضع في ناس عندها كل الخير، مكيفات وبرد وكل خير موجود. هذا اللي أقصده، بس أساس لأن لا نتصور أنه ما في أرض المحشر إلا فزع، ولا أن هناك شنو، طبعا الشمس تدنو من رؤوس الخلائق فيعرقون الناس وتحت الشمس وينتظرون الآن قضاء الفصل الحساب، أن الله يقضي بينهم يحاسبهم، ينتظرون هذا ومدته طويلة 50,000، يعني شيء متعب. وفي نفس الوقت في ناس مرتاحين موجود، ممكن شلون الأمور اللي نتكلم عنها على المحشر اللي هي مريحة للإنسان، عدة أشياء. أول أمر في سعادة المحشر اللي هو الأمن من الفزع. شلون أنا أروح آمن، ما أبي أروح خايف؟ ممكن هذا، ممكن وقت الفزع فزع الناس في ناس تروح آمنة. شلون ممكن واحد يروح بهالأمن هذا؟ واحد شنو يسوي الحين عشان يأمن في وقت الفزع؟ الأمر الأول الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يكون في الدنيا خايف من رب العالمين. طبعا الخوف هو عمل قلب، وهذا الخوف يدفعه إلى أن ما يترك طاعة ولا يعمل معصية، طبعا قدر المستطاع له معصوم، لكن تحس الخوف يمنعه من يرتكب أخطاء، يمنعه من معصية، يمنعه من ذنوب، أي شيء يفكر يسوي ما يسوي خاف ربي سبحانه وتعالى، دائما هذه على باله. إذا كان حالة الدنيا يخاف من الله في أغلب أحواله وأموره وقراراته، هذا بإذن الله يبعث آمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. ما يصير واحد يخاف مرتين، ولا يصير واحد يأمن مرتين. إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، إذا كان حاله خايف راح أأمن يوم القيامة، ما راح يخاف، خلاص هو في الدنيا عاش يخاف مني، فيوم القيامة يأمن. وإن هو أمنني في الدنيا، إذا عايش آمن وما عاد ماكو شيء إن شاء الله وكله حرام زين مهم مأمن وايد عباله بالكم شيء اللي سواه زين، إذا هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة.
فعشان تأمن يوم القيامة تبعث آمن من الفزع بإذن الله، أن تخاف الله سبحانه وتعالى هني في الدنيا كثر ما تقدر تكون خايف من الله. طبعا احنا قلنا الخوف يا اخواني اخواتي مو بس اللي وضيقة الخلق وقاعد كذي، لا، الخوف اللي يخلي تصرفاتك وقراراتك بناء على خوفك من رب العالمين، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، اتحاتي يوم القيامة، هذا الخوف المقصود فيه. هذا رقم واحد. اثنين، العمل الثاني اللي يخلي الواحد ايضا يبعث امن، الحب في الله. اذا الواحد حب لانسان في الله، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، الحب في الله شنو هو؟ انك انت تحب واحد ما في سبب الا لانه هو يطيع الله. انسان نحسبه ولا نزكي على الله، صالح، انسان صاحب عباده، قلبه نظيف، راعي ذكر، حافظ قران، راعي خير، لانه يعبد الله، احبه لانه يطيع الله. هذا المتحابين في الله اللي دائما يجتمعون على الخير، في محاضراتهم، في دروس، في حلقات قران، في صيام وفطور جماعي مع بعض، في حج عمره، دائما اهل مسجد، اهل هذيل. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن اوصافهم: يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. هم طبعا كذي، كل الناس يفزعون، أما المتحابين في الله لا، يبعثون آمنين. فإذا كانت بينك وبين الإنسان علاقة حب في الله، يود عليها. صيد لو واحد، لو أختي أنت تشوفي لك واحدة تحبينها في الله، صدق الحب بيكون بينكم في الله، حب للطاعة، هذا بإذن الله من أسباب الأمن يوم القيامة وعدم الفزع. ثلاثة، الإنفاق في سبيل الله، النفقة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في خوف عليهم يوم مستقبلا، ما في خوف، من أول ما يموتون لين يفزعون، يفزع الناس ويقومون، ما في خوف. طبعا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاءت كثير في القرآن، بس مثل ما قلنا قبل أن الآيات اللي جاءت في هذه غير الإنفاق كشكل خاص، أتي بشكل عام. مثلا من عمل صالحا، من الآية عبد المشتان الرجيم، من جاب الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. بس من جاب الحسنة، الحسنة تشمل الكل، احنا قلنا الأشياء اللي هو الأعمال الصالحة والإيمان والتقى ما راح نذكرها، ندور الأعمال الخاصة. فلذلك خذنا الإنفاق اللي يد في هذه الآية، فأي آية تسمعها لا خوف عليهم ولا يحزنون يود عليه. الاستقامة، اللي يستقيم على طاعة الله، اللي يعمل الحسنات، اللي امسكها، تأمن الإنسان يوم القيامة فيبعث آمن من غير فزع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول اللي في المحشر نستطيع أن نسعى فيه، وهو أن نبعث آمنين من غير فزع ومن غير هلع الذي يصيب الناس والأمم أجمعين. الأمر الثاني اللي من سعادة المحشر، الظل، الشمس، الحر، وعرق الناس بحسب أعمالهم وذنوبهم. في ناس قاعدين بالظل، هذا اللي احنا نقول VIP فعلا. أشهرهم حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظل عرش الرحمن. انت لما تقول ظل العرش يعني ما في حر ولا في شمس، متخيل الهواء، ما تدري شنو الجو البارد اللي يعيشونه. من هؤلاء السبعة، يعني احرص على انك انت، طبعا هم مو سبع اشخاص، سبع اصناف، ممكن بالصف الواحد ملايين، صيدك لو واحد واشتغل على اكثر، ما تدري شنو الله يتقبله منك. الامر الاول: امام عادل، ولي امر وعدل، عدل في حكمه، هذا في ظل العرش. رجلان تحاب، شاب نشأ في طاعة الله، طبعا شاب رجل أو امرأة، من نشأته من هو صغير نشأ في طاعة الله، مو إنما يعصي، مو إنما معصوم، لكن الغالب عليه سيماه الصلاح. شوفه من صغره ما شاء الله يروح المسجد، يتردد حلقات القرآن، تحسه يقولون عنه ما شاء الله هذا من صغره، من صغره دين، من صغره مطوي، إيش حالاته هذا. البنت من صغرها ما شاء الله، من أول ما بغت تحجبت وراعي تقول صالح، ما عنده مرحلة إنه خربط وبعدين، لا لا لا، من صغره ما شاء الله نشأ في طاعة الله، هذا في ظل العرش. رجل قلبه معلق في المساجد، يعني قاطين سره في المسجد، راحته في المسجد، حتى لو خلصت صلاة طلع ينطر متى الفرض الثاني، سبحان الله هناك، الله خلى راحته هناك. هذا اللي قلبه في المسجد ويحاتي الصلاة، ما يطوف الصلاة، في ظل العرش. والمرأة إن شاء الله إذا كان قلبه معلق في الصلاة كذلك، حبها كثير للصلاة وتشتاق لها وتحاتيها وتفكري، إن شاء الله ما تحرم هذا الأجر أن تكون في ظل العرش. أربعة، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اثنين متحابين في الله، رجلان او امرأتان، غيرهم يبعثون امنين ما في فزع، يكونون في ظل العرش والناس في الشمس. وتلقى سبحان الله المتحابين، يعني انتم اللي تحاببتوا في الله، مجموعه كنتوا جروب صار لكم سنوات مجتمعين على خير وعلى طاعات، على درس اسبوعي، على مثل ما قلنا حلقه، على مسجد، هذين نفسكم انتم نفسكم ان شاء الله الجروب كلكم في ظل العرش بسبب حبكم بعضكم في الله. خمسه، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، دعته وحده ذات منصب وجمال، منصب عشان ما يحاتي، ما حد يقدر يجيسه،
عندي لا تعد وجمال يعني في إغراءات. ومع هذا قال إني أخاف الله. هذا في ظل العرش يوم القيامة، وهذا باعثه الخوف، الخوف من رب العالمين. ستة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. من كثر الخفاء أن ما حد درى عن الصدقة حتى إيد الثاني ما تدري عنه ذيك. هذا في وهذا يتحقق إخواني، أنا دائما أحرص عليه وأقول لكم إحنا نعمة الله عطانيها. الآن التبرعات والمشاريع اللي تتبرع أونلاين، أونلاين بالتليفون ما حد يدري عنك، فعلا أخفاها، ما حد درى عنك أنت صدقت وانسحب من رصيدك وأنت بروحك تمت العملية بالنجاح وكان الحمد لله. هذه صدقة خفية، احرص عليها، احرص انك تتصدق الصدقات الخفية، مو بس ان فقير اعطي وخش زين. وهذه ترى الاونلاين خفية اقصد. السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني بروحه، مو قدام الناس، مو بصلاة قيام رمضان، مو بالحرم. هذه خير طبعا، مو معناته ان اللي يبكي في تدمع عينه في ذاك الوقت مش لا، لكن ان الواحد يكون بروحه ويتذكر رب العالمين. تدمع عينه، ممكن تدمع عينه خوف من الله، ممكن تدمع عينه شوق لله، ممكن تدمع عينه إحساسه بأنه هو مقصر وربي مكرم. يعني أي شيء بينه وبين الله، ذكر الله في أي شيء، ذكر نعم الله عليه وما قدر وفاض خلقت العبرة. هذه الدمعة تخليك في الظل، في ظل الله يوم القيامة. هؤلاء سبع أصناف يكونون في ظل العرش. في واحد ثامن جاء في حديث مستقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، يعني أنت مسلف واحد 500 دينار والوعد بعد الشهر، الشهر الجاي شفت ولا وضع صعب، سواء هو قال لك ما عليك مرة تأخرني الشهر اللي ورا، أو أنت قلت له يبقى على راحتك متى ما تيسرت، أنظرته أجلته أخرته هالمعسر هذا أو وضع له، يعني خففت عنه، يبقى تدري شلون خلي 500 200 بس مثلا، أو يعني هذا التخفيف. ها اللي من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا الصنف الثامن. الصنف التاسع، لكن هذا في ظل بس مو ظل العرش، هذا ظل بروحه. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة بظل صدقته، في ظل صدقته. يعني اللي متصدق صدقات يكون تكون ظل يوم القيامة في المحشر. زين متى يكون في العرش؟ هذيك الصدقة الخفية اللي ما حد يدري عنها، هذيك أحسن. فإذا واحد صدق صدقة خفية وتقبلت منه ممكن يكون تحت ظل العرش. طيب واحد ما تصدق صدقة خفية، أكثر صدقاتها قدام الناس فنعم ما هي، ويكون تحت ظلها، يعني هي تظل عليه في المحشر الصدقة. فالصدقة بشكل عام ما إن شاء الله يعني ما تخيبك، ما تتركك، يا تظلك هي بنفسها أو تاخذك تحت ظل العرش، ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هذه هذا الأمر الثاني في من سعادة المحشر بعد الأمن وقت فزع الناس. الأمر الثاني الظل. الأمر الثالث أدخل فيه ولا ما أدخل فيه؟ ندخل فيه، وراح أقوله بشكل سريع لأن في 9 نقاط بس إن شاء الله نقوله بشكل سريع، اللي هو التكريم. في يا جماعة في يوم المحشر في إكرام، في أشياء حلوة راح تصير جماعة. شوف يوم المحشر راح تشوف أشياء غريبة، طبعا غريبة لأن يعني الوضع، لكن احنا نعرف لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا عنها. مثلا راح تشوف اشخاص، تشوف لك واحد يمشي كنا صغير كذي، كنا نمله تحت الناس يدق، منو هذا اللي كان يتكبر في الدنيا؟ يحشر المتكبرون امثال الذر يوم يطأهم الناس. الله هذا اللي كان شايف نفسه وفشخرته وكبره كذي صاغر دليل يوم المحشر، تعرف ان هذا كان يتكبر. تشوف لك واحد في ارض المحشر استغفر الله كنا مسروع، كنا فيني لابسه مينون مو صاحي، هذا شنو موضوعه؟ هذا كان ياكل الربا في الدنيا. الذين ياكلون الربا لا يقومون يوم القيامه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شوف كنا واحد ممسوس، كنا ملبوس، يني تعرف ان هذا اعوذ بالله كان ياكل الربا يوم القيامه. تشوف لك واحد معاه مثل رايه كذي مكتوب عليه هذا فلان غدر، غدراته يفضح قدام الناس، ما يقدر يخش غصبا عليه، رايه كذي اعلام فوق مكتوب غدراته، كسراته بالناس، خيانته لهم، كل شيء مكتوب. هذا تعرف انه كان يغدر، لكل غادر لواء يوم القيامه يبعث به. كذي اصناف اصناف الناس، تشوف اشياء غريبه وفي نفس الوقت في اشياء جميله. تشوف ناس ما شاء الله فيهم جمال، الرقبه تعرف الرقبه الطويله، المؤذنين اطول الناس عناقا يوم القيامه، جمال، تشوف شكله كذي حلو. تشوف واحد طالع لك ولا يعني في حمار دم، لكن يا اخي ريحته هذا الشهيد اللي قبل ما راح اتكلم عنه، اللون لون الدم لكن ريح المسك.
ففي أشكال وأرناق يوم القيامة في هذا المحشر في هذه الأرض، وفي أشياء تصير حلوة، تكريم يصير جميل، في ناس مثل احتفاليات تصير لهم. قلنا لا يتعارض، شلون الواحد أهوال وصعاب وشلون، لا احنا قلنا مثل عرف، تخيلوا عرفة كان شيء مبسط يعني، ولا الفارق كبير. في أشياء تخرع وفي أشياء، عشان شيء احنا قلنا يا جماعة الصورة اللي كانت عندنا عن يوم القيامة انه دائما خوف، لا ترى في جانب أمن، وهذا كله بالنصوص الشرعية. طيب راح الوقت ولا تكلمنا، نأجلها باكر، ايش رايكم؟ ما ابي ابدا فيها واقصها، خليها باكر، خليها باكر، معلش سامحوني. اللي هو اصناف المكرمين يوم القيامه وشنو هو تكريمهم. عندنا تسع عندنا تسع اصناف، تسع اعمال، اللي يعمل فيهم او واحد منهم يكون له تكريم خاص يوم القيامه في ارض المحشر قدام الناس، يكرم كذي علني. خلونا ان شاء الله باكر نقول هذا كله ونكمل يعني، باكر هم راح تظل حلقتنا عن المحشر لان فيها تسع الاشياء، هذا يعتبر ثالثا اللي هو التكريم، في عندنا رابعا وفي عندنا خامسا، فباكر كلها عن المحشر ان شاء الله نخلص هالجزئيات.